اهلا بحضراتكم مره تانية من جديد، وتعالوا نشوف فقره الاخبار فيها ايه. وبالتاكيد الخبر الاول من نادي الزمالك. كابتن حسين لبيب يعقد جلسه مع اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهه ابو سليم الليبي. تواجد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في التدريب الاخير للفريق الاول لكره القدم الذي اقيم على الملعب الفرعي سد الدفاع الجوي، والكلام ده قبل السفر الى الجزائر الصبح استعدادا لمواجهه ابو سليم الليبي. والجلسه كانت بحضور كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره من اجل تحفيزهم لتحقيق نتيجه ايجابيه امام ابو سليم الليبي في مشوار الابيض للمنافسه على لقب كاس الكونفدراليه الافريقيه. جوزيه جوميز يعلن قائمه الزمالك لمواجهه ابو سليم الليبي. اعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم نادي الزمالك بقياده البرتغالي كوتش جوزيه جوميز عن قائمة الأبيض التي ستسافر الخميس إلى الجزائر. حرس المرمى عواد صبحي، عبد الرحمن نفاد، خط الدفاع عمر جابر المسلوسي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، أحمد فتوح، خط الوسط نبيل عماد دونجا، رؤى محمد شحاتة، ترافيس موتيابا، سيد عبد الله نيمار، أحمد حمدي، محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى شلبي، زيزو، شيكابالا. خط الهجوم سيف الدين الجزيري، يوسف إبراهيم، أوباما، سامسون أكينولا، ناصر منسي. تعديل موعد مباراة الزمالك والداخلية. أعلنت لجنة المسابقات عن تعديلات مواعيد وملاعب بعض مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري اللي ستنطلق غدا الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري. كشفت لجنة المسابقات عن موعد مباراة الزمالك أمام الداخلية، والمباراة كانت في الجولة الـ 14، هتبقى الخميس 29 فبراير الساعة 7 مساء في استاد القاهرة. طيب عندي خبر مهم، وهو سبب تواجد فتوح في القائمة الرئيسية لمواجهة أبو سليم الليبي. كشف دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك عن سبب تواجد أحمد فتوح الظهير الأيسر ضمن القائمة المسافرة إلى الجزائر. قال دكتور محمد أسامة أن تواجد فتوح مع بعثة الزمالك من أجل مواصلة أداء البرنامج التأهيلي الخاص به بشكل منتظم تحت إشراف الجهاز الطبي. وأوضح رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أن فتوح سيواصل برنامج التأهيلي الذي تم وضعه له منذ تعرضه للإصابة ليكون أكثر جاهزية للفترة المقبلة. وفتوح كان بيعاني من مزق في العضلة الخلفية، يعني تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري. تعالوا كده نشوف العقوبات. أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بمباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن الجولة 13 للدوري. رابطة أصدرت بيان رسمي تتضمن العقوبات الموقعة على الناديين، وجاء البيان كالتالي. حرصا من رابطة الأندية المصرية المحترفة على المكتسبات التي تحققت من ملف عودة الجماهير لحضور مباريات الدوري الممتاز، وفي ضوء ما شاهد للقاء الإسماعيلي والزمالك الذي أقيم على استاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة 13 من حالة سباب متبادل بين جمهور الناديين، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات التالية: لعب نادي الإسماعيلي مباراتين بدون جمهور وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 100,000 جنيه، وذلك نظرا لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثالثة هذا الموسم. إيقاف حضور المباراة من جماهير نادي الزمالك مباراتين وعددهم 2243 مشجع وتوقيع غرامة مالية 50,000 جنيه نظرا لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثانية هذا الموسم. وتناشد رابطة الأندية المصرية جميع عناصر اللعبة للتحلي الدائم بالروح الرياضية ونبذ التعصب، وتنبه الرابطة على أن سيتم تغليظ العقوبات في حال تكرار مثل هذه التجاوزات والتي قد تصل لمنع جمهور أي فريق من حضور المباريات حتى نهاية الموسم. ولكن أنا عندي تعقيب بسيط جدا، ويعني خلينا نتكلم عن الجزء الخاص بالعقوبة التانية، وهي إيقاف حضور المباراة من جماهير نادي الزمالك مباراتين، بعض من جماهير نادي الزمالك وهم عددهم 2243 مشجع وتوقيع غرامة مالية 50,000 جنيه نظرا لتكرار مثل هذه التجاوزات. طيب خليني أرد
بصوت جمهور نادي الزمالك، لانه انا عايش وسط جمهور نادي الزمالك وبشوف الكومنتات والاراء. حضرتك لو حضرتك منعت 2243 مشجع وعملت لهم بلوك للمباراتين القادمتين، فعايز اقول لحضرتك ان في ناس ما حضرتش المباراه من الاساس، في ناس ما حجزتش المباراه من الاساس، وفي ناس ما عملتش تشيك ان بالباركود بتاع التيكت اللي من موقع تذكرتي من الاساس للمباراه وتم منعهم وبقى عندهم بلوك للمباريات القادمه. فما عنديش مشكله ابدا ابدا ان الغلط يتحاسب، وما عنديش مشكله ابدا ان الغلط يتعاقب. ولو بنتكلم على ان العقوبه الاولى هو لاعب نادي الاسماعيلي مباراتين بدون جمهور وتوقيع غرامه ماليه قيمتها 100,000 جنيه، عمري ما هتدخل في ان انا اقول عقوبه، ولكن نادي الزمالك كان ليه حق كبير فيها دي المباراه، وجمهور نادي الزمالك منضبط لابعد الحدود. مش عشان انا مشجع نادي الزمالك، ولكن انا بحضر المباريات في الاستاد وبشوف. ولكن انا لو هتكلم عن العقوبه الثانيه هو ايقاف 2243 مشجع، انا بقول لحضرتك يعني الناس من حقها تدافع عن نفسها وتقول انه في ناس اصلا من الاساس ما حضرتش هذه المباراه وما راحتش وما حجزتش تذكره، ولو حجزت تذكره حصل ظروف ما وما سافرتش والتيكت ما اتعملهاش تشيك ان بالباركود بالجهاز وتم عمل البلوك ليهم لمباراه الداخليه القادمه. وانا شفت رسائل وعندي بدل مثال 100 مثال ان في ناس او يعني اكونتات كده متاخده عشوائي والناس معمولها بلوك. فياريت لو يكون في رد من النقطه دي، لانه كله مظبوط وعلى السيستم ان في ناس ما حضرتش المباراه وتعملها بلوك وتعاقبت على مباراتين وهم اصلا ما كانوش في مباراه الاسماعيلي. فياريت انا محتاج كنت اوصل صوت جمهور نادي الزمالك.